فن الأوبرا فن شوي بعيد عنا نحن، ما كان إنه فرص إنه نحن نشوف عروض أوبرالية كاملة إلا بلحظات نادرة بتاريخ الفرقة السيمفونية وبتاريخ دار الأوبرا. فهلأ عم نرجع نحن عم نعيد علاقتنا مع الأوبرا، مع فن الأوبرا اللي هو فن مو بس غناء، وإنما في تمثيل، في حركة مسرحية، في إضاءة، في ديكور، في كتير تفاصيل عناصر بتساهم بنجاح هذا النوع من الفن. فنحن عم نعمل خطواتنا باتجاه عمل أوبرالي متكامل بالمستقبل القريب إن شاء الله. فاليوم رح نقدم مشاهد من أوبرا ريغوليتو للمؤلف الإيطالي فيردي، وبعض المشاهد من أوبرا لوتشيا دي لاميرمور، ودويت ثنائي يعني للمؤلف بيزي من أوبرا صيادون لآلئ. فهي كلها تجارب لنقرب الجمهور، نعرفه على هذا الفن، نعرفه لهي العناصر الموجودة بهذا الفن، لحتى شوي شوي يتعود ويكون عنده القدره انه يشوف عرض كامل ويتفاعل معه. رح نقدم مجموعه من القطع من بينهم اكت لفيردي اوبرا ريغوليتو، وانا رح كون دور بادجو اللي هو حاجب من قصر الدوق. نحن عاملين مسرحيه ريغوليتو، هي المهرج يعني اللي هو دور الاستاذ نبيل سليمان، انا اخذ دور تشيبرانو اللي هو من رجال الحاشية في تقولي اللي بالقصر تبع الدوق. فأكيد تجربة جديدة إلي وتجربة حلوة، ما فيني أقول إنها حلوة، ورح نكسب منها خبرات إن شاء الله ونجرب كمان تجارب أحلى. نحن عاملين أنا وزملائي المغنين مشاركين يعني جولة على أكثر من أوبرا، ومختارين مقاطع معينة من ضمن الأوبرات. مشاركتي رح تكون بدويت أنا والأستاذ نبيل، وفي كمان دويت تاني مشهد الفينال كلياتنا حنكون فيه بالإضافة لأريا لحالي. هلا فكرة العمل عم تكون مقطع كامل من الأوبرا.